السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول: أخذت هذا عن آبائي، عن أجدادي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون.